حاجز الكلمات، بل إنها تتمرد ولعلها تتمنع. لا أستطيع أن أحيط بها وأضبطها كي أعبر عن فرحتي وعن غبطتي وسعادتي الكبيرة، وأنا أحظى بهذا التكريم في هذا المكان الذي ربما لا تعرفون المكانة التي يحتلها في نفسي وفي قلبي. فهذا المكان، هذه المدرسة ومدرسة الجولان، مما أسس طفولتي الأولى. لقد تابعت دراستي الابتدائية في مدرسة الجولان، ولم تكن تحمل هذا الاسم، كانت تحمل اسم مدرسة الحي الجديد للبنين. أن أحظى بهذا التكريم في هذا المكان، فهذا من الأمور التي لها نكهة خاصة وطابع يميزها عن كل المناسبات التي سبقت وربما التي ستأتي في حياتي. أنا سعيد جدا بأن أتلقى هذا التكريم في هذه المؤسسة وبين إخوة لي، زملاء لي في الدراسة. أحسست اليوم أنني بين أفراد عائلتي، ولذلك كما أسلفت هذا التكريم له مكانة متميزة وخاصة في نفسي. أشكر المنظمين، أشكر الذين فكروا في تكريمي وفي تكريم باقي الإخوة الذين حظوا بهذا التكريم. شكرا جزيلا لهم، وشكرا لكم، وشكرا لكل الذين حضروا هذا الحفل البهيج الذي أتمنى أن يعاد ويتكرر في مرات قادمة، وأن يكون سنة. لا شك أنها ستكون سنة حميدة ينبغي اتباعها والاقتداء بها. شكرا لكم. أستاذة كريمة الرحالي، كاتبة وناقدة في مجال الأدب، حاصلة على الدكتوراه في الأدب العربي. جد مسرورة بتواجدي في هذا المحفل الرائع، وهذا المحفل يعني بالصدفة كان في فضاء اللي هو درست فيه مرحلة الابتدائية، يعني مدرسة ربيع العدوية هي مدرستي الابتدائية. ومن حسن الصدفة أيضا أنني كنت حصلت على الجائزة الأولى في شهادة في الخامس الابتدائي في النظام القديم في الثمانينات، واليوم كنحتفلوا بالتلاميذ المتفوقين، وعشت واحد الذكريات جميلة جدا في هذا الفضاء وفي هذا الحفل. وجدت سعيدة بتكريمي ضمن مجموعة من الشخصيات المتميزة في مدينتي وفي حيي، بحكم أن معظم الجمعيات المنظمة للحدث هي تنتمي إلى الحي الجديد، بحكم أن المدرسة تقع في حي جديد. وتكريم من الأهل يكون يعني تكريما فيه واحد خليط من المشاعر، الفرح والفخر والإحساس بالمسؤولية من أجل يعني المضي إلى الأمام، من أجل يعني تنشيط المشهد الثقافي والتربوي في مدينتنا طنجة. وشكرا لكم. أطفالنا عماد المستقبل والحضارة والبلاد.